ونعود مشاهدينا، نبدأ مباشرة هذه الفقرة، فقرة 120 درجة المخصصة للراعي الرسمي للبرنامج وهو مجمع شركات حسناوي، يلتحق بنا عبر الهاتف من قصر المعارض بالجزائر العاصمة السيد علي حسناوي، رئيس المدير العام لشركة سوديا التابعة لمجمع شركات حسناوي. أهلا بك سيدي. السلام عليكم، أهلا بك. شكرا لك على تلبية دعوتنا. إذن سيد علي حسناوي، الشركة اليوم شركة سوديا مشاركة في معرض سيبسا الفلاحي، لو نتكلم عن مشاركة الشركة في هذه الطبعة من المعرض. نعم، شركة سوديا، شركة مجمع سوديا، مجمع حسناوي للتنمية الفلاحية، نعم هي فرع من فروع مجمع حسناوي. نعم فرع من فروع مجمع حسناوي تقدم خدمات لأجل تحسين وتطوير الإنتاج والمردود في الجزائر، متأسسة أكثر من 30 سنة. نعم البادرة الأولى في نظام التقطير بالري في السنوات التسعينات، واليوم مزاد تطورت الإنتاج من حيث المشاتل الأشجار، نعم ونقدم وحنا الحل الخدمات تاعنا لتسهيل وتقديم خدمات تقنية لتطوير الإنتاج الفلاحي نعم فيما يحط. نعم ابتداء الشركة، الفرع الفلاحي لمجمع حسناوي هو فرع متكامل، نعم والشعار تاعنا من أجل فلاحة عصرية والحل الشامل للعصرنه الفلاحه. نعم اولا نقدم خدمات ابتداء من تحاليل التربه والارض والاوراق لتقديم احسن منتوج مردوديه للمزارع للفلاح. نعم واليوم طورنا الشركه الفرع وقدمنا الخدمات لمخبر جرين فيترو، نعم للأنسجة الفلاحية الزراعية للنباتات، الأنسجة النباتات. نعم أنت في الفرع اسمه جرين فيترو. نعم جرين فيترو هي متخصصة في لا ميكرو بروباغاسيون دي بلونت بور لا تيسيكولتور، نعم لي بور لي بورتوغراف. نعم بور لي بورتوغراف. نعم وزيادة اليوم في المخبر التحاليل نخدموا مع خبراء عالميين لإعطاء نصائح للفلاح من حيث كيفية كومون لا نيتريسيون اي فا لا فيرتيليزاسيون. نعم هذا بس للمربوط. نعم هذا بصفة عامة حول شركة سوديا. إذن السيد علي حسناوي، بالنسبة لهذه الشركة أي مساهمة اليوم تساهم في الاقتصاد الجزائري، خاصة أنك قلت أنه شعاركم هو الحل الشامل، إذن أنتم تطرحون عديد الحلول للقطاع الفلاحي، ما هو مدى مساهمة هذه الشركة اليوم في العملية؟ اليوم المساهمة تاعنا في الشركة سوديا هي المتابعة وتقديم الخدمات الأحسن للمزارعين والمستثمرين. نعم لأن الجزائر راهي من طور مزارع إلى طور مستثمرين لتحسين المردود والإنتاجية. نعم اليوم الفعالية تاعنا في السوق الجزائري هي لتقديم وتطوير لأحسن مردود و بأحسن نتائج علمية لاكتفاء الذاتي للجزائر. نعم وتطوير الاكتفاء الذاتي. نعم لأن اليوم الجزائر تمر بمرحلة الاكتفاء الذاتي للجزائر لتقديم، نحن هنا لتقديم تسهيلات ومساعدة المستثمرين بالحلول العلمية والعصرية من ابتداء من المخابر لمجمع حسناوي حتى نظام دراسة لنظام التقطير لاختيار المشتلات للأشجار والفلاحة
لي فيرتيليزون سكون ابل. نعم، إذا إذا فهمت جيدا، هذه الشركة هي ترافق اليوم الاستثمار الفلاحي من بكل يعني مراحله، يعني في كل المراحل الشركة يمكن أن تكون شريك يعول عليه في كل عملية الاستثمار الفلاحي. سيد علي حسناوي، في سؤالي الأخير، هل لديكم ورقة طريق جديدة تعتمدون عليها أو مشاريع جديدة تريدون إطلاقها في هذا السياق، خاصة أنه شركة حسناوي معروفة، يعني مجمع شركات حسناوي هو مجمع معروف بأنه مجمع ناشط في عديد القطاعات. بالنسبة لشركة سودية، هل هناك مشاريع جديدة؟ نعم، في مشاريع جديدة وفي حلول علمية وإيكولوجية للبيئة. نعم، في مشاريع إن شاء الله راح تتقدم إن شاء الله مع هذا العام في المعرض. الأواخر كان فيه المخبر للأحاليل والمخبر للأنسجة النباتية للأنسجة، وفيه الإنوفاسيون ابتكارات أخرى مع شركات أخرى عالمية اللي نتعاملوا معها فيما يخص الأمراض، توعية الأكسجيناسيون عن طريق أكسجيناسيون الماء لتقديم أحسن مردود للإنتاج ومحافظة على البيئة. نعم، وإن شاء الله فيه برامج أخرى لتطوير الفلاحة العصرانية في الجزائر إن شاء الله. نعم، شكرا لك سيد علي حسناوي، رئيس المدير العام لشركة سودية تابعة لمجمع شركات حسناوي. شكرا لك على المشاركة في برنامج رأس المال. شكرا لك. شكرا. إذن كما تابعنا مشاهدينا الكرام، هذه شركة جزائرية نموذج للشركات التي تخدم ما يسمى بصنع في الجزائر أو الميد إن ألجيريا، شركة جزائرية 100% تساهم في عملية الاستثمار الفلاحي وتشجع المستثمر الفلاحي في كل مراحل العملية لوفرة أو توفير الإنتاج وكذلك المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وكذلك الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحقيق أو بسط السيادة الغذائية. هذا هو الهدف الذي تسطره الجزائر في الشق الفلاحي أو فيما يخص قطاع الفلاحة الذي يعتبر أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، بل هو القاعدة الحقيقية التي يجب أن ترافق الاقتصاد الجزائري، خاصة وأنها هي من تساهم في تحقيق الأمن الغذائي مع كل التغيرات الجيوسياسية التي يعيشها العالم. مشاهدينا برنامجنا متواصل لكن مع فقرة